بحضور مدرس في الإعلام وممثلين عن جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، احتفلت مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بتخرج دورتي التوجيه المعنوي وتطوير الإنتاج الإعلامي الفوكاليس، وامتدت هذه الدورتين لعشرة أيام اشترك فيها عدد من ضباط ومنتسبي الإعلام في القيادات والوحدات المختلفة. والجدير بالذكر هو مشاركة عدد من ضباط ومنتسبي وزارة البيشمركة في هذه الدورتين. الحقيقة اليوم احنا فرحانين جدا بتخرج دفعة جديدة من دورة التدريب الدولي اللي تدعى الفوكاليس. اليوم تخرجت دورة مشتركة فيما بيننا وبين الإخوان في البيشمركة. شكرا لجامعة الدفاع للدراسات على اتاحتها الفرصة لنا للمكان، وكذلك شكرا إلى مركز النهرين، شكرا إلى كل من أسهم في نجاح هذه الدورة بكادر تدريب دولي متقدم. طبعا احنا أدعو من خلال هذه الدورة إخواني الضباط سواء في البيشمركة أو في الجيش العراقي الباسل أن يطبقوا ما تلقوه من علم في مجال الإعلام والتوجيه المعنوي. ويعد هذا الجهد استكمالا للدور الكبير الذي تقوم به مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع في إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية العاملة في أقسام وشعب القيادات والفرق والمديريات والدوائر التابعة لوزارة الدفاع لغرض الارتقاء بالواقع الإعلامي والتعامل مع المعلومة الأمنية بمهنية ونشرها عن طريق المنافذ الإعلامية التابعة للوزارة. أود أن أرحب الشكر كل من حضور، بالأخص سيد اللواء تحسين اللي ساعدنا صنف الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، وكل من ساهم من قوات التحالف وكافة أفراد الفريق التدريبي لبرنامج فوكاليس لإتاحته الفرصة لمشاركتنا في هذه الدورة من أجل تطوير علاقاتنا وقدراتنا وتحقيق إنجاز المزيد من الانتصارات على أعداء العراق. وختاما أقدم شكر خاص إلى قيادة القوات البرية وجامعة الدفاع للدراسات العسكرية وكلية الدفاع الوطني، رحبوا بنا وساهموا في تسهيل أمور الإدارية. هذا وانتهى الحفل بتوزيع شهادات التخرج على المتخرجين الذين أكدوا بدورهم على أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تطور من مهاراتهم. هذه الدورات بالنسبة لها ترفع الروح المعنوية لدى المقاتلين في كافة الوحدات، لكي نرفع الروح المعنوية عن طريق المحاضرات اللي تلقيناها بجامعة الدفاع نلقيها ونشرحها لجنودنا، نرفع معنويات مقاتلنا ونوجد الحلول ونوجد كثير من نحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الوحدات في هذه الظروف الراهنة. دورة تعديل الصورة الجرافيك دورة تشمل تعليم أساسيات الفوتوشوب وكيفية تصميم المنتوج الإعلامي، دورة شاركوا بها معظم من وحدات الجيش العراقي وإضافة إلى قوات البيشمركة شاركوا أيضا بهذه الدورة. إحنا حقيقة نشكر مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي على هذه الدورة، دورة بإشراف قوات التحالف ودورة كانت جدا مفيدة لتطوير المنتوج الإعلامي. الإعلامي وزارة الدفاع كرار الربيعي.